زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان انا الخضار دي لما استوت حطينا شويه منها حوالين الفريك، نقلنا الباقي بكل الصوص اللي معاه في حله سخناها، هنضيف عليه ميه. ممكن تعملوها كريمي او تعملوها مش كريمي، هتطلع شوربه تقيله شويه مش محتاجين نتقلها باي حاجه، فيها البطاطس والبطاطا. تحبوا تضيفوا كريمه ده اوبشن اهو، شويه كريمه طهي، وهنضيف لها مكعب مرق الدجاج من ماجي، وكده عندنا شوربه كامله متكامله كانه سلقنا الفراخ. مكعب من المرقه، وهنخلطها بالهاند بلندر اهو. يمكن احتاج ازود شويه، اعلي الحراره، اعلى حراره واوسع العين، تمام. خليها تغلي، احنا ممكن يا كنترول بعد اذنكم هنقلها هنا، لانه هنا احنا محتاجين النار الاصغر وهنا محتاجين النار الاعلى، فانا هحط دي على اعلى حراره. وهي كل حاجه سخنه، الميه اللي ضفتها مغليه كمان. تعالوا اقول لكم نغطي ده ازاي. مهم جدا يا جماعه نستخدم ورق الزبده، ده بنشتريه من كل السوبر ماركتس موجود، وبنحمي اكلنا من التعرض مباشره للالومنيوم. اوكي نعمل كده، نحطه على الفراخ. بعدين زي ما قلنا احنا عايزين البخار، فبنغطي الصينيه كويس كويس اهو، نقفلها وبنحطها بالفرن تقريبا وهي مقفوله كده ساعه. نبص كده بعد نص ساعه لو الميه خفت نزود شويه ميه عشان الخضار ما تتحرقش. انا احطها ورايا دلوقتي واقول لكم باقي الخطوات. بعد ساعة والمية بنتأكد انها تمام، خلونا اجيب معلقة بس لانه دي للفريك، انها تمام نفضل نزود شوية، مش عايزين مية كتير لان الخضار برضو فيها مية والفراخ قاعدة بتنزل زي ما قلنا للدريبينجز على الخضار. بنفتح الفويل وورق الزبدة خالص، ومنسيبها برضو على الحرارة من تحت، بس احنا مش حاطين حرارة من فوق ومن تحت، من تحت بس لحد ما الفراخ تستوي. الفريك اكيد خلال الساعة دي هيبقى كمل سوا، الخضار خدت كرملة حلوة. النص ساعة او التلت ساعة الباقيين هي عشان تاخد اللون والجلد اللي هو زي ما شايفين مقرمش ده. تعالوا دلوقتي ناخد هنا الهاند بلندر اهي، اوكي، ونطحن الشوربة، البصل المكرمل، البطاطا، البطاطس. دخلنا يعني الشتاء وبقوة كده، هيبقى لونها شوية زي شوربة العدس عشان مصفر كده على أورنج. عايزة أتأكد بس كل الخضار اتطحنت، وحتى لو فضل شويه تشانكس كده صغيره، قطع صغيره بتبقى لذيذه. تقريبا فاضل قطعه او اتنين. وحشني الكاونت داون بتاعكم يا كنترول. احنا خلصنا. عايز اقول لكم في اضافه دايما انا بضيفها على الشوربه، بحب البذور، بذر القرع، بذر عباد الشمس الى اخره. تعالوا ناخد دي كده جنبنا ونقدمها بشكل حلو، بتديني قرمشه وبتديني برضو فايده، وبقيت اضيف كمان بذور الشيا. خلينا ناخد كده، عملنا طبق من اهو شوية خضار، شايفين اللي فضلت بالاخر دي قطع لذيذة. عملنا طبق شوربة كامل من مجرد انه دخلنا الفراخ الفرن مع الخضار الفرن مع الفراخ. تعالوا اقول لكم هنحط على وشها ايه، بس تعالوا نغرف كده طبق كده صغير هنا لذيذ، نقدمه برضو بشكل حلو. دي وجبة كاملة متكاملة اهو، ادي الطبق غرفناه نحطه قدامنا هنا. طيب عندي شوية، خلوني بس أنقلهم في طبق عشان أوريهلكم. عندي شوفان أهو، شوفان شوفان العادي، حطيت له شوية زيت زيتون وشوية بابريكا من نفس النكهات اللي حمرنا فيها الخضار والفراخ، وحطيته يا إما بالفرن يا إما بالمقلاة الهوائية وأرمش. هناخد شوية من الشوفان كده، احنا زودنا النهارده الياف كتير، عندنا الفريك في الطبق الرئيسي وعندنا الشوفان في الشوربه، هتديني قرمشه وحلو نحط شويه على جنب.
حاجة تانية اللي حطها بذور الشيا. لو عندكم بذور شيا دي استخدام لذيذ ليها، بتدينا كده كرانشينس، قرمشة حلوة ومليانة ألياف. يعني النهاردة أكلنا سعراته يعني حلوة مش قليلة، بس طريقة طهيه حلوة بالفرن. الإضافات اللي ضفناها كلها إضافات مفيدة، هتنضيف نفس الإضافات دي هنا على الطبق الألكارد ده الصغير، ونضيف شوية شوفان، وآخر حاجة اللون الأخضر الحلو اللي دايماً بيحلي أي طبق، برضو الطبق الصغير هنحط فيه شوية سبراوتس، هنزود شوية كده. ثواني يا كنترول، حطينا شوية أهو، شايفين حلوين إزاي؟ أنضف طبق الشوربة وتبقى النهاردة الأكلة الشهية المليانة ألياف، مليانة فوائد، مليانة ألوان خضار، كلها برضو فوائد. كل ما ننوع في ألوان أكلنا كل ما ناخد فوائد مختلفة. نحط الطبق ده هنا، بروتين، ألياف، كربوهيدرات، بذور، حبوب، حطينا كل العناصر الغذائية بوجبة عائلية تنفع في العزومات، تنفع لكل يوم، وعملناها قلت لكم كذا طريقة ممكن تحضروها بيها. أتمنى سفرتنا اللذيذة دي تكون عجباكم وتتحمسوا دلوقتي. يعني اللي ما عندوش فريك هو من الحاجات السهلة نشتريها ونخليها عندنا دايما في البيت. أتمنى أن الحلقة تعجبكم، تشوفوها دايما في الإعادات الساعة 3 العصر على القاهرة والناس 2، 6 المغرب القاهرة والناس 1، ودايما دايما كل حلقتنا من يوم الأول ابتدينا ميسو على اليوتيوب. أشوفكم بكرة وباي.